جمال تسلق، من مواليد مدينة نابلس من فلسطين. كان حلمي من وانا كنت 8 سنين 10 سنين، كنت أحب إشي اسمه فن، إشي أزياء، حتى لمس الأقمشة، التطريز، الشك. كان هذا الإحساس كتير مميز وكتير كان يسحرني وأنا أمسك هيك أشياء، وأنا أشوف والدتي تشتري قطع الأقمشة ومن قطعة قماش تقعد تتفنن وتشتغل وتعمل فستان سهرة أو فستان كوكتيل أو تيير. خلينا أقول ما لبست الدمع زي المصممين الأوروبيين بالطفولة، بالعكس أنا انسحرت إني أشوف هذا العالم وحبيت أبدأ مغامرتي في هذا العالم، رغم إنه من فلسطين. يعني كان طبعاً بين أصدقائي الكل شو حابب تدرس، اللي كان بده يدرس هندسة، اللي بده يدرس طب. طبعاً هذا كان الحوار بين الطلاب. أنا كنت حاسس حالي خلينا أقول بختلف كفكر وكذوق كطبيعة مستقبل، وبالفعل يعني اللي ساعدني بنجاحي إني كنت عارف شو بدي من طفولتي. أول ما وصلت على الأردن منشان أروح على السفارات الإيطالية أو الفرنسية، هذا كان مشوار كل طالب فلسطيني بخرج من فلسطين. وأنا عم بحضر الأوراق للسفارتين انعزمت على عشاء، وكان الحوار شو بدك تدرس وإشي، فلما حكيت أزياء وموضة وإشي فقالوا لي تعرف إنه كل أشهر مصممين الأزياء في العالم، حتى اللي بيصمموا لدور أزياء فرنسية إيطاليين، مصممين إيطاليين. كملت مشواري على السفارة الإيطالية وقدمت فيزة دراسة، وخلال أسبوع كنت الحمد لله حاصل عليها وبدأ مشواري. عجبتني كتير مدينة فلورنس، وبالفعل هي يعني لو ندرس تاريخ الموضة بإيطاليا، مدينة فلورنس بدأ فيها أول عروض أزياء بالخمسينات. فالمدينة جميلة، مدينة فنية صغيرة، الإحساس بالفن بالمدينة عجبني كتير، فاخترت مدينة فلورنس ونقلت عليها وبدأت دراستي في أكاديمية تصميم الأزياء. أعرف جمال منذ زمن طويل، كان أحد طلاب مدرستنا في التسعينيات وكان مهتماً كثيراً بالخياطة الرفيعة. كان يركز كثيراً على جودة القطع التي يصمم والأقمشة المستخدمة. لقد كان على حق، فالذي نبحث عنه اليوم هو الجودة في قطع الأزياء. لو نرجع للزمن حتى بأوروبا أسماءها عربية، عندك المسلين، الحرير اللي هو من قطن ومن حرير، أصله من مدينة موصل. الدمسكاس أصله من مدينة دمشق. الماروكين هو قماش حرير من كان ينشغل في المغرب. طبعا في كل هاي الأشياء، حتى التطريز، طريقة الشك والتطريز كلها بتيجي من الشرق الأوسط ومن الهند. فإحنا عالمنا الشرقي وخلينا نقول الأورينت بشكل عام، أوروبا كتير أخذت من حضاراتنا، وكتير مصممين أوروبيين حتى وهم بيشتغلوا بعروضهم بيستوحوا كتير من الشرق. إحنا عنا حضارة كتير قديمة، حتى الزجاج بمدينة فينيس معروف، بس إذا بتقرأ في التاريخ الإيطالي اللي هي البندقية، أصل الزجاج طريقته وفكرته وصناعته أخذوها من السوريين، مكتوب في الكتب الإيطالية.
بديت حلمي، بديت في الأتيلية بفيا لودوفيزي اللي هو قريب كتير على فيا فينيتو، وهي تعتبر من أشهر شوارع روما في إيطاليا. أنا عم بعرض في أسبوع الموضة في روما، عرضت في دبي، عرضت كمان في نيويورك، عرضت في مدينة مراكش، عرضت طبعاً في عمان. عرض مميز عملته، وكان بالنسبة إلي كنت فخور، وكان بالنسبة إلي حلم إني أرجع لفلسطين من الأرض اللي أنا بديت أحلم فيها قبل 4 سنين في رام الله. كان هدية لشعبي، هدية لأرضي، اللي بالفعل أنا بديت أحلم وبديت أبني خيالي من فلسطين. إحنا بنهتم كتير باللبس، وبالذات إحنا العطور، خلينا نقول بشكل عام البخور، اللباس، إحنا بنتميز فيه، في حتى بأفراحنا بأحزاننا. وأنا بعتز وبشوف ناس كتير لا يزالوا ببعض الأفراح هلأ في عندهم ليلة الحنة، فصاروا يلبسوا الثوب الفلسطيني قبل يوم الفرح، أو بلبسوه على الخطبة. ونفس الشيء في الأردن، نفس الشيء في السعودية. فالناس بدأت ترجع لحضارتها، واللباس مهم جدا في هذا الجو. بأزيائه الغربية بدخل الطابع الشرقي، فبتحس إنه في روح عربية في عروض، في أزياء جمال تسلك، وبنفس الوقت في التقدم الغربي. أنا لبست إيطاليات في مطربة إيطالية تعتبر فيروز العربي اسمها باتي برافو، طبعاً هاي مشهورة بالستينات، يعني بدعت بأغانيها بستايلها. لبست شارون ستون، لبست كمان السيدة نجاة الصغيرة في بداية مشواري، فعملت لها لمهرجان قرطاج فستانين. الفستان هو عبارة عن قصة، هو لمسة بس لما تشوفه العين، إذا كان بالفعل قصته ملائمة للي لابسته، هو هذا الإفكت المباشر اللي بتاخده العين.